هلاي سوني ما سوسو سباتي ربنا تكراتور بنجتريز بشوي سفنوت انتنقوم شو بنيمان لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اجعلنا يا رب مستحقين نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. ما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. امبرستوس يسوس بن شليل فلوغيتي امبرستوس كريستوس ايتي اسمو ايرني باسي دماتي سو مارن شبه موتن تطفي مري فر بسناني ونيت بنوت فيوت من شوي سو بنوت وبن سو تيري سوز بخريستوس جا فيرس كي بازي نغون ورواي سينيرون افاريرون اف شبت نيروف تيسيرون اف تيتو تينا بنتين شاري يا طيونوساي انصوفون مارنتي روفو بوس انت بريرون خمبايوس وافاي نمنيو تيرو انت بنو خينيرين فين ان جبيبا تكراتور بشويس بنوتي سيفيك ساستي ابني بشويس ابنوتي ببن تكراتور بيوتي من شويس هو بنوتي وبن سوتيري سوز بخريستوس نشكورا نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا لي أشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة لك أرحمنا الله أترف علينا واسمعنا وعيننا وإقبل صلاة طلبات قدسين منهم صلاةنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب افتح من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الاشرار قيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الماء وعن موداك المقدس هذا مصالحات نافعات ارزقنا اياه لانك انت الذي اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثلك سرت رافتك تمحو اسمي وتغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئة تطهرني لاني عارف باسمي وخطيئتي امامي في كل حين لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت كي تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكم لاني هان ذاب الاسم حب الابي وبالخطايا وردت لامي لانك هكذا قد احببت الحق اذا وضحت لي غوامض حكمتك وسراتها تنضح علي بزوفك فاطهر تغسلني في ابيض اكثر من السرج فتبتهج عظام المستحق اصرف وشك عن خطاياي وامح كل اسامي قلبا نقيا نخلق فيها الله وروحا مستقيما جديدا في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تمنحه مني امنحني بحجه خلاصك بروح رئاسه عدد فعل من اصمتك والمنافقون اليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي فيبتهج لساني يا رب افتح شفتي فيخبر فمي تذبيحك لانك لو اسرت الذبيحه لكنت الانعم لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحه لله روح من سحق والقلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله
أنعم يا رب بمسرتك على صهيون والتبني صور أورشليم حينئذ يسلم ذبائح البر قربان المحرقات ويقربون على مذابحك الأجل. إلى أين أسهب من روحك وإلى أين أهرب من وجهك؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهاوية فأنت هناك أيضا، وإن اتخذت لي أجنحة وقمتها باكرا لأسكن في أواخر البحر، فإن يدك هناك تهديني ويمينك تمسكني. تحيا نفسي وتباركك وأحكامك تعينني. ضللت مثل خروف الضال فأطلب عبدك لأني لم أنسى وصاياك. سما السماوات للرب والأرض أعطاها لأبناء البشر. ليس الأموات يباركونك يا ربي ولا كل الهابط في الهاوية، لكن نحن الأحياء الذين نباركك يا رب من الآن وإلى الآبان. هللويا. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي لأنه أمال بسمعه إلي، وفي أيام دعوته لأن أوجاع موتك تنفتني وشدائد الهاوي أصبتني. نالني ضيق وحزن فدعوت اسم الرب، يا رب نجي نفسي. الرب هو رحيم وبار وإلهنا يرحم، حافظ الأطفال الصغار هو الرب. تواضعت فخلصني، ارجع يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي. خلص نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل. أرض الرب أمامه في كرة الأحياء. بولس من كورنثوس الأولى، بركاته على جميعنا أمين. وأنا أعلمكم يا إخوتي أن الإنجيل الذي بشرتكم به هو الذي قبلتموه، هذا الذي أنتم ثابتون فيه، هذا الذي أيضا خلصتم من قبله، لأني بالكلام بشرتكم إن كنتم تتمسكون به، وإلا فباطل قد آمنتم. لأني سلمت إليكم أولا ما قد أخذت، أن المسيح مات عن خطايانا كما في الكتب، وإنه دفن، وإنه قام في اليوم الثالث كما في الكتب، وإنه ظهر للصفا ثم ظهر للإثنى عشر ومن بعدهم لأكثر من 500 أخا معا، أكثرهم باق إلى الآن ومنهم من قد رغب، ثم ظهر ليعقوب ثم تراءى لسائر الرسل، وفي آخر جميعهم ظهر لي أيضا أنا الذي مثل السقط، وأنا أصغر جميع الرسل، ولست مستحقا أن أدعو رسولا من أجل أني اضطهدت كنيسة الله، وبنعمة الله صرت لما أنا عليه، ونعمته التي فيها ليست بباطلة، بل قد تعبت أكثر من جميعهم، لا أنا بل نعمة الله التي معي. فإن كنت أنا أو أولئك هكذا نبشر وهكذا آمنتم. وإن كان ينادى بالمسيح إنه قام من الأموات، فكيف صار فيكم قوم يقولون إنه لا تكون قيامة للأموات؟ فإن لم تكن قيامة للأموات فالمسيح ما قام إذن، وإن كان المسيح لم يقم فكرازتنا باطلة وباطل أيضا إيمانكم. ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا قد شهدنا على الله إنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموت لا يقومون. فإن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام أيضا، وإن كان المسيح لم يقم فباطل إيمانكم، وأنتم بعد تحت خطاياكم. أو لعل الذين ماتوا في المسيح قد هلكوا، وإن كنا في هذه الحياة فقط نرجو المسيح فنحن أشقى جميع الناس. الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، وكما أنه بإنسان كان الموت
كذلك بإنسان آخر تكون قيامة الأموات، وكما أنه في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح أيضا سيحل الجميع كل واحد في رتبته نعمة الله لا تحل على جميعنا يا أخوتي جميعنا. آجيوس أوسيوس آجيوس الشيروس آجيوس سناتوس صبرو تزيمس إلي سوليمس آجيوس أوسيوس آجيوس الشيروس آجيوس سناتوس أناستاس إكتوت نكرون كأنلتون يستطور إلي سوليمس دوكس بتري كيو كأجيو ابن ابماتي كنين كأي كأستوسي أناستوني أنونا من أجيترياس إلي سوليمس Λευνογίτη Εμή προχήσατε Ειρήνη πάση Και το πνεύμα τέσο Αγιά Σεϊδ Ρόπι Ασώ Αλμασίχ Ελέχουνα الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياءنا عبرا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأنجيلك المقدسة بتلبط قديسيك صلوا من أجل الإنجيل المقدس أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم والمرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاءنا كلنا وشفانا كلنا وقيامتنا كلنا استوسيتي متابو بوثيو قسمين تواقيو إفانجيليو قفوا بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة مار معلمنا يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين من تراتيل المزامير معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها باسم الرب إله القوات ربنا وإلينا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد
فصل من بشارة ماري معلمنا يوحنا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين. أجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، إن ابن لا يقدر أن يفعل شيئا من ذاته وحده إلا إذا رأى الآب فاعله، وما يصنع الآب يصنع الابن أيضا. الآب يحب الابن وكل شيء يصنعه يريه إياه، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لكي تتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. وليس الآب يدين أحدا، بل قد أعطى الحكم كله للابن، لكي يكرم كل أحد الابن كما يكرمون الآب. ومن لا يكرم الابن فلا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية، ولا يأتي إلى الدينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنه ستأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع في الأموات صوت ابن الله، والذين يسمعون يحيون. وكما أن للآب الحياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يحكم، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه ستأتي ساعة حينما يسمع فيها كل من في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، أول مريم العذراء تأنس وصلب عن على عهد بلاس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسيح من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإبن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة من في الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. شليل فلوجيتن اي بي بروشي ساتن اللي باسي أيضا نسأل الله ضابط الكل ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، واذكر يا رب أبان أخوتنا الذين رقادوا أخوتنا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح منذ البات، أبينا القديسين رؤسائنا ساقفة، أبان المطارن أبان الأسقف، أبان القمامس أبان القصوص، وأخواتنا الشمامسة، أبان الربان وأبان العلمانين،
وأن يحكم المسيحيين لكي المسيح إلى أن يليح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم. ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. تفضل يا رب ليح نفوسهم أجمعين في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولهم في المراحم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم موضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نوره قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كما عيدك الحقيقي الغير الكاذبة املهم مواعيدك ما لم تره عين لم تسمع بأذن لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو أنت قال إن كان لحقهم طالٍ أو تفريط كبشرا قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم أنت ربك الصالح ومحب للبشر اللهم رب تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين من مشارق الشمس إلى مغاربها من الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه كل واحد باسمها تفضل يا رب نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن فهم لنا كمالا مسيحيا يرضك أمامك أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفاءات قديسك يا رب ارحم. الله لا بديع عالم خفايا قبل كونها العالم بكل شيء الذي أخرج الكل إلى الوجود مما يكون الذي بيده سلطان الحياة والموت الذي ينزل إلى أبواب الجحيم ويصعد إن خلقتك للإنسان هي بسرك العجيب يا سيدنا كذلك انحلال خلائقك الزمني وقيامته من الأبدية أنت الذي نعترف لك بالشكر على كل حال وعلى دخولنا إلى العالم وطريق خروجنا عن رجاء القيامة ونبارك ظهور مسيحك والبنوة التي أعطيتنا لنا به لما تنازل إلى أوجاعنا وأقامنا معه إلى عدم الأوجاع اقبل أيها السيد والديات نفوس عبيدك الطاهرة احفظهم في النياح إلى القيامة وظهور مسيحك في أحضان أحدنا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب الموضع الذي هرب منه وجع القلب والكآب والتنهد وإن كان صنعنا شيئا كنا صنعنا شيئا من الخطايا إليك مثل البشر اغفر لنا وسامحنا والتزل عنا سائر عقوباتك لأنك لم تخلق الإنسان للهلاك بل للحياة نيح الجميع في ذلك المكان ونحن الذين أيضا هنا ارحمنا اجعلنا مستحقين أن نعبدك بغير اشتغال حزان قلوب عزيمة الباقون بعد وما عنهم الذين حضروا وشاركوا أعطي مجرا سمائيا في الدور الآتية وإلى أبد الأبد لأنك أنت إله رحيم ورؤوف أنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والكرامة والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدور كل آمين يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن اجنبنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين أمهرس
يا سيد ربي صل وسلم تمام الله من الوحيد الذي قد تكون قدس اسمه مكرم قنا اقبل الروح القدس من فرت لنا مخطا ما فرت لهم سكتني سيد انت الذين على المقدس نقول من هذا ناس نطلب الصباح كان بشر عم باخذ ضعف هؤلاء المرحيم نصح مذك كنا اخطانا لك بشيء بعلم او بغير علم او بالقول او بصغر النفس انت رب عارف كصار حب البشر فخطانا باركنا حرنا طهرنا من كريال ايسون كريال ايسون كريال ايسون امين الليل ويا بخريستوس بنوتي امين اسشو ايها السيد المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان مستحقين كل شكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم ولا نذلنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تيرم لكن اجرنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد